اهلا بيكم قراء ومتابعي اليوم السابع. معاكم النهارده اسامه طلعت في لايف جديد من ميدان النهضه. طبعا بعد الحماس اللي كنا فيه امبارح بعد الحلقه الخامسه في الاختيار 2 والفيديوهات الكتير اللي نشرتها اليوم السابع لحقيقه الوضع هناك وحرق اسم كرداسة والقبض على المتهمين، كان لازم نمر على ذكريات احنا عشناها. يعني انا بكلمكم، انا عشت التجربة دي وكنت بغطي اعتصامات النهضة وربعة. هنا مكان النفق ده اللي اتعمل عشان يخدم المصريين كان فيه حاجات دوشة محطينها عشان يقطعوا الطريق، ومن هنا برضو نفس الحكاية، ممنوع حد يعدي ميدان النهضة بقاليهم. حديقة الحيوانات اللي حضراتكم شايفينها دي فضلت قافلة تقريبا 45 يوم بتوع الاعتصام اللي حصل في النهضة. اللي اكتر من كده ان فعليا المنطقة دي كلها لحد الجامعة ما كانش حرفيا فيها اعتصام، هي كانت متقفلة بس مكان تواجد الإخوان كان قدام جامعة القاهرة. طبعا مش محتاجين نقول إن هي كانت متقفلة، الشوارع كانت متقفلة عند الجامعة ومفيش دخول مفيش خروج، اللي بيخش بيتفتش وبيطلع بطاقة أو كارنيه. طبعا النافورة دي ما كانتش موجودة خالص. على شمال المكان اللي كانت موجودة فيه النافورة دي اتبنى حمامات، هما كانوا بنيين حمامات. ما كان هنا هنا كان في عيشة كاملة. طبعا الناحية التانية كانت حديقة الأرمان، طبعا كانت قفلت، بس هما كمان كانوا بينطوا السور وبيحاولوا يشيلوا حاجاتهم فيها أو ساعات يقعدوا فيها. طبعا كان كل الحديقة سواء هنا او هنا بيحاولوا على قد ما يقدروا يمنعوهم من الدخول، بس فعليا كان في شبه احتلال في ميدان النهضة. في حد في التعليقات بيقول كانت ايام سودة. مش هتعرف قد ايه هي كانت ايام سودة الا لو انت مثلا كنت بتعدي على النهضة او رابعة في فترة الاعتصامات الغير سلمية الغير سلمية. احنا حرفيا كنا كل ما نخش عشان نحاول نصور حاجة، طبعا هم ما كانوش يعرفوا ان احنا هنصور، فلازم تتفتش انت معاك ايه، داخل ليه، جاي لي مين، شارع حضرتك، انا معدي، فيش حاجة اسمها معدي. فزي ما بقول لكم هنا كانت المنطقة دي كلها جنب السور هنا كانوا بنيين حمامات، بنيينها وجايبين مواسير صرف بس طبعا يعني مش محتاج اقول لكم الصرف كان فين، يعني الصرف اغلبه كان في الجنينه، هي مثلا مش هيعمل مواسير تحت الارض. كانت المنطقه دي كلها خراب لحد ما جه يوم الفضل اللي استعملت فيه الشرطه كل الوسائل المتاحة للفض السلمي، مكبرات الصوت، بعدها قنابل الغاز، لحد ما ابتدى يبقى فيه اعتداءات على الشرطة. الحاجات اللي احنا شفناها في الاختيار 2 في ناس عاشتها حرفيا. احنا كصحفيين اليوم السابع احنا امبارح كنا بنتفرج واحنا فاكرين الحاجات دي اللي بتحصل لما كانوا بيقبضوا على حد، بس هي المشاهد في الحقيقة كانت أسوأ وضربات القلب كانت أعلى.
في ناس كتير في تعليقات بتقول الحمد لله رب العالمين انها عدت، كانت ايام سودة. هو لو في اسود من كده كنا قلنا. والحمد لله طبعا، الحمد لله طبعا، احنا ماشيين ماشيين كل حتة فيها خضرة وفيها نخل وشجر. دوروا على صورة ميدان النهضة اثناء اعتصام الاخوان، شوفوا الفرق بس مش في بنية تحتية، وان هو عمل حاجات ري وزرع شجر وعمل اسوار لا، البيئة نفسها خلاص، البلطجة خلصت. انت ما كنتش تقدر تعدي من ميدان النهضة يعني، واكيد اكيد اكيد ناس من اللي بيتابعوا اللايف عارفين كده. طبعا انا مش في اعتصام رابعة او في مكان اللي اعتصموا فيه في رابعة عشان احكي لكم الذكريات هناك، بس اللي كان بيحصل هنا اضعافه كان بيحصل في رابعة. فخلينا نأكد ان زي ما انتم شايفين كده، طبعا الـ 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 الجناين دي كلها اللي انتم شايفينها المزدهرة دلوقتي دي كان في الحدائق الادارة كانوا بيعانوا اصلا عشان يعرفوا يسقوها. جوه كان هو المية بتطلع له، المواسير هو عايز مية، في ناس كتير كانت بتيجي، وكان في خيم كتير فاضية بس عشان يبان ان في عدد كبير. انا مش عايز يعني، انا ما كنتش عايز اتكلم كتير، انا كنت عايز بس انا عايز كنت عايز اوصف لكم الوضع قبل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. وضع مأساوي بكل ما تحمله الكلمه من معاني. يعني تخيلوا لو المنطقه اللي احنا فيها دي كان بقى في كل حته فيها كده، انك واحد له لابس ميري ولا اي حاجه في الدنيا خالص، واحد لابس جلابيه او لابس تيشيرت ويوقفك ويقول لك وريني بطاقتك، انا ساكن جوه، طب في الميدان وريني بطاقتك. فانت متخيل؟ فاحنا الحمد لله رب العالمين طبعا بنحمد ربنا على اللي احنا فيه دلوقتي الف مره، وبنقول ان كل صعب بيعدي. زي الحته دي كده ملهاش مكان نعدي منه، هننط من على السوق، هنعدي، هنروح فين؟ لازم نعدي، لان مصر عمرها ما وقفت على حاجه، عمرها ما في صعاب عدت بيها وما تحدتهاش. انا هسيبكم مع منظر الميدان تشوفوه وتفتكروا كان ايه وبقى ايه. بشكركم، كنت معاكم من ميدان النهضة، أسامة طلعت.